سلام ديال الله، احبكم. خبز طيب غير في الدار، 500 غرام ديال الطحين، 300 غرام ديال المدافي، و3 غرام ديال الخميره. وغادي نخدموا كل شيء بهذه الطريقه بلا ما نديروا يدينا. نجمع شويه، ندير 5 غرام ديال الملح ونكملوا الخدمه بهذه الطريقه حتى تتجمع لنا العجينه. الجمعه ندير بابي سلوفان او اي حاجه عندكم، نغطيها ساعات المكان لساعات المكان، يدنا في الماء ونخرجوا من هذاك الهواء اللي تيكون فيها الداخل من التحت للفوق. بهذه الطريقه من التحت للفوق نعاود نغطيها ونخليها ساعات المكان اخرى. هذه ساعات المكان غادي دير لنا هذا البقع، يعني راه خمرات طوندو تخاوين ديال الطحين. وغادي نحطوا العجينه غتهبط بوحده، الطحين من الفوق، ونخدموها واحد شويه كيف الاول، الجناب ديالها للوسط، من الجنب للوسط، يعني من الفوق للتحت حتى تنديروا كره بحال هكا ترتاح 15 دقيقه. ودابا غادي نديروها لا فورم اللي بغينا، طحين من الفوق، طاوه نديروا فيها شويه الطحين ونديروا لا فورم اللي بغينا، نجرحوها الفران سخون 250 درجه 20 دقيقه، غتخرج لنا بحال هكا، نخليه يبرد وعاد نقطعوه. وإذا بغينا ندوقوا الخبز نديروا معاه شويه ديال الزيت العود، دقت وجوار كيف ديما. وحيبكم، انا مشيت، تهلا.